في تصعيد كوري شمالي ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، أطلقت بيونغ يانغ وابلاً من الصواريخ الباليستية. هيئة الأركان المشتركة في سول قالت إن كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى صوب البحر، مضيفة أن الصواريخ أطلقت من منطقة سونان في بيونغ يانغ، فيما أكدت وزارة الدفاع اليابانية إنه كان لصاروخ واحد على الأقل بين 8 مسار متغير، مما يشير إلى قدرته على المناورة للتهرب من الدفاعات الصاروخية. كوريا الشمالية أطلقت مراراً صواريخ باليستية منذ بداية هذا العام، بما في ذلك نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. هذه الأعمال تهدد السلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع، كما أنه انتهاك للقانون الدولي ونحن ندينه بشدة. بدورها ذكرت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان إن إطلاق الصواريخ الباليستية المتعددة لكوريا الشمالية سلط الضوء على التأثير المزعزع لبرنامج الأسلحة غير المشروع، مضيفة أن الحدث لم يشكل تهديدا فوريا. وجاء إطلاق صواريخ كوريا الشمالية عقب زيارة لسول قام بها المسؤول الأمريكي المعني بشؤون كوريا الشمالية سون كيم. واختتمت السبت تدريبات مشتركة لسفن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في المياه الدولية قوالة جزيرة أوكيناوا اليابانية، وشملت عمليات دفاع جوي وأخرى مضادة للسفن والغواصات، فضلا عن الاعتراض البحري.